بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد، كما بعث وزير الداخلية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وشيخ الازهر فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول محمد زكي. ورئيس اركان حرب القوات المسلحه الفريق محمد فريد وذلك بمناسبه العام الهجري الجديد